بس ما نكمل كلامنا، خلينا ناخد ايضا احد نجوم النادي الاهلي، وكان ساعتها ناشئين لما كان معانا، كان لسه ناشئين، دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني كبر في السن حتى كمان، بس عامل شغل جامد جدا مع المقاولين العرب، كابتن محمد سمير. يا كابتن اسلام، ازيك يا سمير؟ ده احلى حلقه في العالم دي والله. حبيبي يا صبري، اخبارك ايه؟ وحشنا يا كابتن اسلام، حضرتك عامل ايه؟ ربنا يخليك يا حبيبي، الحمد كنت لله. نجم وكابتن سيد وعم ناصر، ايه يا جماعه يا باشا كده يا بصراحه؟ عم سمير حبيبي، مفيش كده بصراحه. ازيك يا عم ناصر؟ الحمد لله تمام يا كابتن، الحمد لله تمام. يا عشوه في الاخر، طيب اهم حاجه ولا احنا كلنا يا ابني؟ احنا لسه هنستنى قبل ما في ما تاكلوا بعض برضه لا، ما اصل احنا بقالنا كتير قاعدين بقى، فكلنا في النص برضه في البريك اللي بيطلع ده، اللي هي السندوتشات يا كابتن اسلام، اللي هي كانت بتيجي في المعكرات دي، اللي هي السجق على الكبده. يا عم سمير ما تقعدش بقى، لا بلاش. خلي بالك ناصر، ربنا يديله الصحه، قاعد ومكمل مع، يعني يديله الصحه والعمر كمان 10 سنين، ده في اجيال طالعه. انا خدام والله الفريق، والله فريق محترم وناس محترمه، ربنا يوفقهم بنجاح دايما كده. حبيبي سمره، يعني عاملين شغل كويس جدا مع المقاولين العرب، يمكن اول ماتشين ثلاثه كانت، او ماتشين الحقيقه كانت الامور صعبه شويه، بس دلوقتي احسن اعتقد بعد الفوز الاخير. طبعا برحب اول كابتن اسلام، طبعا كلكم كل سنه وانتم طيبين ومنورين كده دايما. و طبعا زي ما حضرتك بتقول يا كابتن، طبعا بدايه مش كويسه خالص، يمكن اول ثلاث ماتشات اتغلبنا، بس طبعا احنا مرينا بظروف صعبه جدا السنه دي. يمكن دخل علينا لعيبه كتير كويسه السنه دي، بس ما فيش وقت طبعا نعمل فتره اعداد عشان الموسمين متراخمين يعني. بعد كده كورونا ضربت الفرقه بشكل كبير، عندنا 10 اصابات كورونا واغلبنا ناس كانت موجوده في الملعب، وانت عارف دايما لما بيبقى في لعيبه جديده داخله على الفرقه بتبقى محتاجه تاخد وقت شويه عشان تدخل في التشكيل الاساسي. مظبوط. محتاجه ان هي الاول ان احنا نقدر نساعدهم كلعيبه قديمه عشان يبداوا يدخلوا واحده واحده. فاللعيبه اللي اتصابت كورونا كان اغلبنا من الناس القدام والناس اللي موجوده في التشكيل الاساسي، فاكيد الفرقه اتاثرت بشكل كبير. اضطر الكابتن عماد ان هو يدخل اللعيبه الجديده، واللعيبه الجديده لسه محتاجه اصلا وقت عشان تبدا تتاقلم وتبدا تفهم اسلوب لعب الكابتن عماد. اكيد الموضوع ده اثر علينا بشكل كبير، اتغلبنا ثلاث ماتشات ورا بعض، كان الموضوع بالنسبه لنا طبعا صعب جدا. الحمد لله الماتش اللي فات يعني امبارح الحمد لله قدرنا نعمل نتيجه كويسه وكسبنا. بس الموضوع صعب برضه يا سمير، في بالنسبه لي برضه يا بركات يا سيد، الموضوع صعب في ايه؟ ان سمير كان بيلعب معانا، وبعدين بقى عماد المدير، يعني كابتن عماد بقى المدير الفني، يعني عارف ازاي بتتعامل ازاي يا سمير؟ يعني في يوم من الايام هو هي التجربه بالنسبه لي طبعا يعني جديده جدا، ان انا الكابتن عماد في يوم من الايام يعني لعبت طبعا معاه، ده كان اكيد شرف ليا، وفجاه يبقى المدير الفني بتاعي. فهي تجربه، يعني تجربه حلوه طبعا جدا، لان انا يعني كان ميزه بالنسبه لي ان الكابتن عماد عارفه وعارف شخصيته وعارف هو بيفكر ازاي، واحنا كنا يعني قريبين من بعض وهو فاهمني وانا فاهمه، يعني ما خدتش وقت عشان افهم كابتن عماد بيفكر في ايه. يعني حتى كابتن عماد اول ما جه كانت اللعيبه كلها بتسالني طب هو بيفكر ازاي، ايه دماغه، يعني كان اي حد عايز يعرف تفكير الكابتن عماد كان بيجي يسالني. يعني طبعا دي كانت ميزه بالنسبه لي بشكل كبير، والكابتن عماد الحمد لله كمان عنده ثقه فيا بشكل كبير، وانا طبعا اكيد هو فرق معايا جدا فنيا السنتين اللي فاتوا. طبعا هي حاجه حلوه، يعني تجربه حلوه جدا، وكابتن عماد طبعا يعني من الشخصيات، انت عارف يا كابتن اسلام، هو كمان يعني كانت اللعيبه كلها قلقانه. بس خلي بالك الزربونه لما هتطلع هتبقى قصه. انا ولا إيه؟ مفيش بقول لك مفيش زربونه تطلع. ما انا هو ده اول ما الكابتن عماد لا ده محمد ما شاء الله عليه دلوقتي سمير من كبار الفرقه. انا بقول لك، عايز اقول لك على حاجه، مستوى تطور في المستوى بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، غير محمد سمير اللي كان طالع في وسطينا. الواحد ما هو بيبقى طالع بيبقى لسه صغير، لسه خايف، بيشوف اسماء، ولكن فنيا وقرايه في الملعب وحاجات كده تطور غير طبيعي على مدار السنين دلوقتي اللي كمان فاتت. بيجيب اجوان وبتاع، وعندك من ال 18 لحد مثلا قبل نص الملعب بشويه ما شاء الله عنده ميزه، يعني ربنا مديله بطن رجل في الثوابت برضه، حاجه عامله بص حاجه زي عمرو الحلواني كده يعني الاثنين. والله يعني بجد في لعيبه اسلام ما بيلعبوش لا في اهلي ولا زمالك، اتكلم في مقاولين وبتكلم في الحرس، عمرو راح اسوان تقريبا، عمرو اسوان فاسوان دلوقتي كمان. يعني ما شاء الله، يعني الثوابت ديت انت مثلا وانت قاعد بتتفرج بتقول 75 80% جول. فبرضه ديت موهبه هو شغال عليها كويس، وباصمام امام جدا لكل الانديه اللي لعب فيها، خصوصا الفتره بتاعت المقاولين دي بصراحه. كان يعني عامل معاكوا ايه بقى ايام ما كنا، ما كان طالع في وسطك كده، كان بيفضل عمال يجي لنا يشتكي لنا يقول لنا هو الجمعه هيبطل امتى؟ لا 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 هو سأله
كل شويه يفضل يعني هو مشي وهو ما كانش بطل خلي بالك. لا 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 وائل كان وائل ايه ربنا العطشان وائل انا بطلت قبل وائل اه على رأي وائل اخر واحد فينا بطل وائل اه وائل اه وائل اخر وائل بحبك لا سيد انا بعدي وائل سيد اصغر بتكلم على الجيل اه اتفضل يا زميل هي الفكره كمان يا كابتن اسلام يعني طبعا انا اكيد ليا الشرف وطبعا دي حاجه يعني هتفضل في تاريخي وهفضل احكيها لاي حد ان انا شفتكم وتعاملت معاكم في الملعب وفي اوضه اللبس وتعلمت منكم حاجات كتير وكان بالنسبه لنا انت عارف الفتره اللي انتوا كنتوا موجودين فيها ما كانش في ناشئين خالص بتطلع مهما كانت الناشئين دي كانت مستواها عامله ازاي كان في ناس كويسين بس طبعا وجودكم في الفريق الاول كان مصعب الامور على الناشئين كلها ان انا اصلا كنت اطلع وابقى موجود معاكم اربع خمس سنين في الفريق الاول دي كانت ميزه بالنسبه لي طبعا يعني اكيد بقولها في الاحلام ان انا عاشقتكم وعاصرت الجيل الذهبي في النادي الاهلي بس هي في نفس الوقت كانت حاجه بالنسبه لي صعبه ان انا ابقى اقدر اكمل او اقدر العب على اللعيبه الكبيره اللي كانت موجوده فكان الموضوع بالنسبه لي صعب ان انا اخد فرصتي بشكل كبير فهي دي فكان نفسك وائل يبطل الوحيده وهي المشكله بقى طب بقول لك ايه ولو وائل بطل حقيقه شادي احمد السيد عماد بس الكابتن شادي مشي وانا موجود والله عايز يزحزح اتقل حته الاول وانا موجود هو جمعة واحمد السيد هم اللي كملوا بقى هم ما قدرتش اعمل معاهم حاجه بصراحه وبعد كده طبعا الظروف بقى صعبت اكتر لان انا طلبت اطلع اعاره عشان يعني العب تلعب واخد خبرات بعد لما طلعت اعاره بقى حصلت بقى مصيبه بورسعيد والثوره يعني الدنيا بقى اتلخبطت اصلا بس ما عرفتش برضه تبطل وائل جمعة لا ما عرفتش خالص للاسف والله ما عرفتش مشكلة كبيرة مش عارف ابطلهم الجمعة اصلا مبطل ستة باكات رايت يعني ستة ايه يا عم انت واوعى يا سمير تنسى ان انا جيت لك العقيقة ها يعني أنا عمري ما انسى انا سجدت كنت فاكر اول ما لقيتك داخل من العدو كده سجدت على الارض لا والله ما انت عارف انا ما كنتش بروح في اي حته مستحيل فسمير عزمني عدى عليا ايه عزمني كده فقال لي بقول لك ايه في كذا كذا وعاملين العقيقه وبتاع فعدي اللي هو ايه يعني انا قلت لك عدي يا كابتن اسلام مثلا ايه يقول لك فانا قمت واخد بعضي انت يبقى عندك فرح وقمت لابس وقمت رايح ده حصلت ازاي؟ البركات عشان انت عارف ان البركات بتسيب لا بقول لك ده هو جاي لك كده مثلا قبلها يقول لك ايه ده ينفع كده ما تعزمنيش ما انت كده مش جاي اه بس يا اخي عزمني انا كده كده جاي وتلاقيه ما بيجيش برضه انت ما عملتها ازاي انا عقيقه ابني وبتاع والله خدت القرار ورحت ليه؟ وانت عارف تحب محمد سمير عارف والده قال لي ايه ساعتها؟ لا قال لي يا اخي لا 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 قال لي انا بقول لك ايه انا دلوقتي بس اتاكدت ان انت بتحب ابني قلت له اشمعنى قال لي عشان جيت بصراحه ما حدش كان متصدق والله ما بيعملهاش يا نجمه حتى مع يلا بعدين متشكرين يا سمرة زعلت ناس كتير دي يا كابتن اسلام ايه زعلت ناس كتير دي في الفرقه انا عارف هتقول لي طبعا حبيبي يا سمرة كل سنه وانت طيب وسنه جميله عليك يا رب ان شاء الله كلكم طيبين يا رب وربنا يكرمكم كده ومن نجاح لنجاح في عملكم يا رب ان شاء الله ربنا يخليك يا حبيبي ربنا يخليك توفيق يا سمير بقالك كتير قاعد حبيبي يا كابتن اسلام حبيبي يا كابتن بركات حبيبي يا كابتن سيد حبيبي يا سمير